مباراه ليست سهله، ولذلك انطلقت في البدايه وقلت كيف سينجح برشلونه بعد اربع ايام في السماء ان يرجع للارض. ترجع الكره في وسط ميدان بالراس، خطيره خطيره، مش ممكن الحارس يستغل. جول 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 جول. هذا هو السؤال، هذا هو السؤال يحتاج لإجابة. كيف سينزل الأرض من السماء البرسا من السماء للأرض بعد سداسية التاريخ؟ 1-0 لكولونيا في الدقيقة 40، 1-0 بالديبور. هذا هو المجهود، هذه الكرة الثابتة، هذه الانطلاقة، فكان الكرة مشات وجات، تير شتيغن تركها، يضرب الكرة جوزيلو، جوزيلو الهداف رقم 7 اللي يعوض هدافهم، يسجل في المرمى الهدف الأول مباراة. شوف الكرة، شوف المتابعة، الكرة الأولى ما دخلت فسخها شتيغن، هذه الكرة كانت ممكن يكون أفضل. تأخر، هل يسأل عليها رفقائي في الاستوديو تير شتيغن أم لا؟ كرة ممكن زلقت منه لأنه فما المطر بحكم أنه الدنيا ممطرة، ممكن علاش فلتت منه، لكن في الأخير هي دخلت.